السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو نيميرو 37 تحت عنوان لا فونكسيون لوغاريتم. استكمالا للفيديوهات السابقة كنا عم نشتغل كور عن الفونكسيون لوغاريتم. بهيدا الفيديو حنحكي الليميت دون فونكسيون لوغاريتم نوبيريان. Propriété 1. Limite de ln x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini. 2. Limite de ln x lorsque x tend vers 0 plus égale moins infini. 3. Limite de ln x sur x lorsque x tend vers plus infini égale 0. 4. Limite de x ln x lorsque x tend vers 0 plus égale 0. 5. Limite de ln 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale 1. بالنسبة لتلميذ الـ SE، تلميذ الـ SE المطلوب منه فقط يحفظ هودي البروبريتي ويقدر يطبقهم بالإكزرسيس. بالنسبة لتلميذ الـ SV وتلميذ الـ SG مطلوب منه ديمونستراسيون. بنروح لـ ديمونستراسيون. بارتي 1 ليميت دو لان x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini. x ذاهبة باتجاه بلس انفيني، فإذا الإكس رايحة باتجاه بلس انفيني، وبالتالي الإكس حتكون مليون ومليونين ومليار ومليارين إلى آخره، يعني الإكس بلو جران أو إيكال 1. حنعمل مثل أكتيفيتي صغير هون تمهيدا لديمونستراسيون. 1 رح ناخد الإكس بلو جران أو إيكال 1. 1 إي كومبري أونتر 10 à la puissance 0 اللي هي 1 و 10 à la puissance 1 اللي هي 10. 75 compris entre 10 à la puissance 1 et 10 à la puissance 2 اللي هي 100. 2023 مثلا compris entre 1000 et 10000 يعني 10 à la puissance 3 10 à la puissance 4. 1 million par exemple est compris entre 10 à la puissance 6 ou 10 à la puissance 7 إلى آخره. اللي بنستنتجه هو التالي: x plus grand ou égal à 1 donc x appartient à l'intervalle 1 fermé plus infini. مثل ما شايفين هون les intervalles 10 à la puissance n 10 à la puissance n plus 1. طبعا الـ n موجود بالـ n أو الـ n هو entier naturel. Les intervalles 10 à la puissance n, 10 à la puissance n plus 1 forment une partition de l'intervalle 1 plus infini. بمعنى آخر، أي x بيكون plus grand ou égal à 1 حيكون موجود أو هون أو هون أو هون إلى آخره أو هون أو إلى آخره. وبالتالي quel que soit x plus grand ou égal à 1, il existe n tel que x est compris entre 10 à la puissance n et 10 à la puissance n plus 1. وبالتالي هناك إمكانية للقول إنه quel que soit x plus grand ou égal à 1, il existe un entier naturel n tel que x est compris entre 10 à la puissance n et 10 à la puissance n plus 1. Donc, ln 10 à la puissance n plus petit ou égal ln x plus petit ln 10 à la puissance n plus 1. Car la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus infini. في إمكانية ننزل الآن لهون، يعني n ln 10 plus petit ou égal ln x plus petit que n plus 1. كمان في إمكانية ننزل لهون n plus 1 ln 10. الآن باستعمال الـ 1 مثل ما شايفين on a 10 à la puissance n plus 1
أكبر من إكس، إي إكس تنفير بلس إنفيني، دونك حسب التيوريم دي كومباريزون إذا كان الإكس طالع باتجاه البلس إنفيني حتما الأكبر منه اللي هو 10 على بويسونس إن بلس 1 حيطلع على البلس إنفيني. هيدا التيوريم هيك انتويتيف بسموه تيوريم دي كومباريزون. دونك 10 على بويسونس ان بلس 1 تنفير بلس انفيني، 10 على بويسونس ان بلس 1 تنفير بلس انفيني، دونك انتويتيفمون ان تنفير بلس انفيني. هون للتوضيح فينا بين نحن انه سي 10 على بويسونس ان بلس 1 تنفير بلس انفيني، الوغ ان تنفير بلس انفيني. فينا هيدي نبرهن على سريع بريزونمون اسمه ريزونمون بار لابسيرد، بار ابسيرد. كيف يعني بار ابسيرد؟ حنقول سيبوزون كو 10 على بويسونس ان بلس 1 تنفير بلس انفيني، اي ان نو تنفير با بلس انفيني. فاذا سيبوزون كو 10 بويسونس ان بلس 1 تنفير بلس انفيني، اي ان نو تنفير با بلس انفيني. ان نيت اون فير با بلس انفيني، الان ما نطالع على بلس انفيني وبالتالي الان حيكون ماجوري بار ان انتيي ناتورال معين. دونك il existe a appartient بالان تال كو ان اصغر من a، ان اصغر من a دونك ان بلس 1 اصغر من a بلس 1، ان بلس 1 انتيي ناتورال، a بلس 1 انتيي ناتورال. دونك 10 على بويسونس ان بلس 1 اصغر من 10 على بويسونس a بلس 1، وبالتالي 10 à la puissance n plus 1 est majoré par 10 à la puissance a plus 1. Donc 10 à la puissance n plus 1 ne tendra pas plus infini. Car 10 à la puissance n plus 1 est majoré par le réel 10 à la puissance a plus 1. وبالتالي لو صدام نحن هون عم نقول 10 à la puissance n plus 1 tendra plus infini. وهون 10 à la puissance n plus 1 ne tendra pas plus infini, ce qui est impossible ou absurde. Par conséquent, n tendra plus infini. بالعودة للديمونستراسيون حنقول دوتر بار باستعمال هيدا الدول الموجود هون مثل ما شايفين لان اكس بلو غران او ايغال ان لان 10. ومثل ما حكينا فوق انه اذا الاكس رايح باتجاه البلوس انفيني بنستنتج مثل ما حاطينا هون انه الان تنفير بلوس انفيني، وبالتالي الان لان 10 تنفير بلس انفيني. وما بدنا ننسى انه لان لديس اكبر من 0 كار 10 بلو غران كو 1 اور ليميت دو ان لان 10 لوسكي ان تنفير بلس انفيني. ما ننسى انه الاكس تنفير بلس انفيني يعني ان تنفير بلس انفيني ايغال بلس انفيني. فإذا كان هيدا رايح باتجاه لبلوس انفيني حتما الأكبر منه اللان إكس حيروح باتجاه لبلوس انفيني. دونك باستعمال التيوريم دي كومباريزون ليميت دو لان إكس لوسك إكس تنفير بلوس انفيني إيغال بلوس انفيني. وهيك بنكون برهنا إنه ليميت للان إكس لوسك إكس تنفير بلوس انفيني إيغال بلوس انفيني. Partie 2, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x égale moins infini. D'abord, on va utiliser la technique et le changement de variable. On pose t égale 1 sur x. T égale 1 sur x, sachez bien que x égale 1 sur t. On va x عم بقرب من 0 بلس. دونك تي تنفير اذا الاكس عم بقرب من 0 بلس 1 سور 0 بلس يعني بلس انفيني، وبالتالي تي تنفير بلس انفيني. هيدا الليميت حنحوله كليا ل تي، حيصير الليميت لان اكس يستبدل ب 1 سور تي x تنفير 0 بلس مثل ما حكينا يعني t تنفير بلس انفيني ايغال ليميت لوسك t تنفير بلس انفيني
لان A sur B هي لان A موان لان B égale limite lorsque t tend vers plus infini la ln 1 0 la moins ln de t وحسب البروبريتي 1 limite la ln x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini limite la ln t lorsque t tend vers plus infini égale plus infini وفي عندنا moins هون يعني جواب هو moins infini وهون للملاحظة يعني نحن بدنا نعرف كيف بدنا نحفظ البروبريتي انه اذا كان الليميت للان اكس لوسك اكس انفير بلس انفيني ايجال بلس انفيني اذا غيرنا الاسم بالمبدأ بدل نفس الجواب يعني اذا سميت محل الاكس او يعني الليميت للان او لوسك او تنفير بلس انفيني ايجال بلس انفيني الليميت للان تي لوسك تي تنفير بلس انفيني ايجال بلس انفيني فنحن فينا نغير الاسم مثل ما بدنا تالت بروبريتي ليميت دو لان اكس سور اكس لوسك اكس تون فير بلس انفيني ايجال زيرو فاذا ليميت لان اكس سور اكس لوسك اكس تون فير بلس انفيني ايجال حسب البروبريتي الاول لان اكس بيقرب من بلس انفيني والديناميناتور بلس انفيني فاذا هيدا احد اشكال الفورم انديتيرميني فينا هون بهالحالة هيدي نستعمل الراجل دي لوبيتال ليميت دو لان اكس سور اكس لوسك اكس تنفير بلس انفيني ايجال ليميت لوسك اكس تنفير بلس انفيني ديريفي للنيوميراتور اللي هو لان اكس 1 سور اكس ديريفي للدينوميناتور الاكس 1 égal 1 sur plus infini égal 1 sur plus infini égal 0 deuxième méthode وهون من باب الملاحظة في كتير مناهج حول العالم بالمرحلة الثانوية ما بتعطي الراجل دي لوبيتال ليشتغلوا ليميت بيستعملوا تيوريم دي جندارم او تيوريم دي كومباريزون بي دوزيام ميثود معنى اف اكس ايغال لان اكس موا راديكال اكس اي اكس بلو جران كو 1 كالكولي اف بريم اكس اي مونتري كو اف اكس بلو بيتي او ايغال لان 4 موان 2 بارتي 2 مونتري كو بور تو اكس بلو جران كو 1 لان اكس سور اكس اي كومبري انتر 0 اي 1 سور راديكال اكس Partie 3, on déduire limite de ln x sur x lorsque x tend vers plus infini. وهون بهالحالة هيدي من الواضح انه بدنا نستعمل تيورام دي جندارم. هيدي الدوزيام ميثود حنتركها للتلاميذ. Propriété 4, limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln x égale 0. فإذا limite x tend vers 0 plus x ln x هيدا بيقرب من 0 بلس وهيدا حسب البروبريتي 2 بيقرب من موان انفيني فاذا ايغال 0 فوا موان انفيني 0 فوا انفيني فورم انديتيرميني كمان هنستعمل الشانجمون دي فاريابل اون بوز t égale 1 sur x. t égale 1 sur x, sachez bien que x égale 1 sur t. On dit x tend vers 0 plus, donc t tend vers 1 sur 0 plus plus infini. C'est la limite, on va faire la t limite. x est comme on a dit. 1 sur t ln 1 sur t وهون بدنا ننتبه x tend vers 0 plus c'est-à-dire t tend vers plus infini égal limite lorsque t tend vers plus infini 1 sur t ln a sur b هي ln a moins ln b ln لل 1 بتساوي 0 وبالتالي هيدا الليميت حيصير عنا ليميت لوسك تي تون فير بلس انفيني لا موا لان تي سور تي
وحسب لي بروبريتي 3 ليميت للان اكس سور اكس لوسك اكس تان فير بلس انفيني ايجال 0. فينا نغير الاسم مثل ما بدنا، ليميت مثلا لوسك تي تان فير بلس انفيني دو لان تي سور تي ايجال 0. هيدا حسب لي بروبريتي 3، وبالتالي الجواب هون حيكون موان 0 يعني 0. البروبريتي الخامس والأخير بهذا الفيديو، ليميت دو لان ان بلس اكس سور اكس لوسك اكس تنفير 0 ايجال 1. الديمونستراسيون هون بهالحالة بيعتمد على النومبر ديريفي. بنذكر إذا كان الاف ديريفابل او ا، ليميت دو اف اكس موا اف ا سور اكس موا ا لوسك اكس تنفير ا ايجال ال ابارتيان بالار، بيطلع فيني وموجود بالار. هيدا النومبر اللي بيطلع بنرمز له بالاف بريم ا اللي بسموه نومبر ديريفي دي اف او ا. خلينا نستعمل النومبر ديريفي، طبعا بهالحاله هيدي فينا نستعمل الراجل لوبيتال بس، ولكن خلونا نشكل بالميثود. مثل ما شايفين هون الاف اكس عم يلعب دوره، الاف اكس هي لان دو ان بلس اكس. مثل ما شايفين بالدينومينيتور في عنا x موان 0، مثل ما شايفين هون x موان a، ال a هي 0. وإذا حسبنا ال f دو a يعني f دو 0 إيجال f دو 0 لان لل 1 بلس 0 يعني لان لل 1 يعني 0. وبالتالي ليميت لوسك x تنفير 0 لان de 1 plus x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 ln 1 plus x est f x finalement le moins 0 0 مثل ما شايفين هو ال f de a يعني f de 0 sur x moins 0 égale la fonction f اللي هي ln 1 plus x est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus infini en particulier dérivable en 0. يعني حيطلع الجواب هو f prime de 0 avec f prime de x égale نحن ما عارف انه الديريفي ln u u prime sur u يعني 1 sur 1 plus x. donc f' de 0 égale 1 sur 1 plus 0 égale 1. وبالتالي limite de ln 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 عم نقول f' 0 وال f' de 0 égale 1 égale 1. أخيرا الشكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.